خليها جوه دماغي. ازاي جاباسكي اللي قالت عنه ياسمين عز ان خدوده مورده مش هيشيل 3 4؟ ده شناهم اتصاب. مش هيشيل. لا هيشيل. لا مش هيشيل. مش هيشيل ازاي؟ زي الناس ولا جون هيخش فيه. جاباسكي. ده جاباسكي ما تقولكش ليه قالت ياسمين عليه اللي هو خدوده حمراء. ما تقولش كده. قالت كده. لا بس هو راجل. لا ما هو انا بتكلم في ايه؟ حاجات تانية مش في ال ايوه. هو راجل. لا مش هيخش فينا ولا جون باذن الله. ان شاء الله. باذن الله. بعم عند ربنا. ايه ده؟ طب ازاي؟ زي الناس. دول اسوده، دول بيمسكوا الملعب. بياكلوه اكل. واحنا مصريين وبرضه هنقف بكل مجهودنا وبكل قوتنا وبكل جوانا باذن الله ربنا معانا. يا معلمه ازاي؟ علو وحدوا لا اله الا الله، وحدوا علو الكلام وحدوا الله. كنا المش بدودو. نعم. كنا المش بدودو، ولادنا دولت هم سودا. هم الحضاره، يبقى ازاي يخش باذن الله ولا حاجه الا زيزو. الله الا زيزو. لا جبت على حته. لا ده زيزو بقى بيلعب بقى. بص زيزو بقى بيرقص الملعب كله. يبقى ازاي بقى؟ وشفت الواد مصطفى محمد يا حكايه، شفت لما جاب الجون؟ شفت فط ازاي؟ يعني ما بنقفش على حاجه. متر ونص زيه زي رونالدو. شفت انت؟ وقام جايب الجون. شفت اتصابت صلاح هتأثر علينا النهارده؟ لا بإذن الله، هو بقلبنا معاه. هنعمل ما هو متصاب. هو دلوقتي كان خايف. بتقول هرب. لا هيهرب ازاي وهو منصاب بيتعالج؟ لو ما كانش منصاب كان هيبقى قبل الكل، لأن دي مصر الكل. لأن هو شقاه كله لمصر. بتحب مصر يا معلمة؟ طبعا. هتفوز كام؟ بإذن الله هنجيب 3. 3-1 ولا 3-0؟ 3-1 بإذن الله. اشك في الموضوع ده باذن الله. ربنا يقف معانا. بس انا شايف سواد الشناوي متصاب، وشايف صلاح متصاب، وفيتوريا من غير رؤيه. جراسلي جاباسكي. جاباسكي. معلش ما بقى اسد في الملعب. اسد يبقى في الملعب. وزيزو. زيزو. ومصطفى محمد بقى. ايه ده؟ ودريجيزيكي طبعا. جريزيكي يا جماعه معلش اللي انا طبعا هم هيرقصوا الدنيا. بقيه اللعيبه يا جماعه ده منتخب بحاله. ازاي انت بتتكلم في ايه؟ احنا مصر كلها عايزين ندعم ولادنا اللي احنا نبقى في ظهرهم. انسوا كابتن محمد صلاح بالمحنة، ما نقولش هرب ولا الكلام ده. ننساه، ندعي لاولادنا ونبقى معاهم بروحنا. ننساه لحد ما يجي. وقال لهم ايه؟ انا هروح اسمه اسبوع تاهيل، هياخد اسبوع تاهيل ويرجع تاني للمنتخب. ايوه يعني حاجه كويسه مش وحشه باذن الله. هيعمل ايه طيب؟ ما منصاب. ليه طيب؟ مش عارف، بس هم احنا نسيبه ما نركزش معاه لان هو تعبان ومنصاب وراح يتعالج. بتشوف الماتش ازاي يا معلمه؟ نهايته تبقى ازاي؟ مين اللي هيجيب الاجوان تقريبا؟ باذن الله. ما هم صلى على النبي، ربنا بيدي كل واحد على قد مجهوده. وهم بيتدربوا ونازلين الملعب وبيعملوا بكل جهدهم عشان يعملوا حاجه. فاكيد اكيد ربنا مش هيهزلهم ابدا. طبعا. بس وعلى فكره طول يعني الرسول قال عليه الصلاه والسلام ادخلوها امينين. يعني ارضنا دي متباركه. متبارك. ايوه عشان تبقى عارف من عند ربنا. اقول لك على حاجه، هاتي المايك. بلز. احنا ماشيه بالبركه. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي ليه؟ ليه؟ لان 2-2 في الماتش الاول. ايوه. و2-2 في الماتش الثاني، و2-2 في الماتش الثالث. المره دي وصعدنا. تخيلي 3-1. 3-1 المره دي. 3-1 بس على ضمانتك. على ضمانة ربنا. انا اللي انا متهيئاه. قولي علي الحرام لو مصر خدت الكاس المره دي لا شربطة وزعه في قلب الشارع. حصل. قلت لي كده. وهرقص بالعصايه في نص الشارع وهفرق شربات والدنيا كلها تفرح. واروح في نص الشارع. في نص الشارع ونروح قدام الملعب كمان همسك لك علامات. العالم بتاع مصر كده. قدام المطار وهم راجعين. وهم راجعين وكل المصريين معانا. وانت هتشوف يعني. يا رب يا رب نتمنى ده. طب مش خايفه؟ اصل دول اسوده. دول اسود. لازمه من خاف سلم. اسمهم اسود الكونغو. من خاف سلم. من خاف سلم. طبعا لازم اللي احنا نخاف. بس برضو ربنا معانا وربنا معاه. في لعيب اسمه زيزو. زيزو ده بيمسك الملعب بي 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 برقصه كله. برقصه في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. ما كانش عارف يعمل حاجه. ففي ناس بتقول، ناس بتقول ان ده ممكن ميبي يكون سحر. اعوذ بالله يعني. سحر؟ لا طبعا ما فيش سحر ولا الكلام ده كله. لا 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 ده كله بايد ربنا. طب ما في مصطفى محمد.
جاب جول. طيب وفي جريزتير تريزيجيه. هو ده ايوه تريزيجيه. تريزيجيه يا معلم. تريزيجيه هو ده. معلش يا جماعه انا بتكلم والله العظيم بشفويه. بلد زينا. معلش سما يعني معلش. تريزيجيه يا جماعه برضو بيمسك الكوره ومفيش ما بيخليش. ماشي. واسمه دوت اسمه ايه اللي هو طبعا في مصطفى محمد. غير مصطفى محمد اللي هو في العرض اسمه ايه؟ جباسكي. جباسكي طبعا. واقف يا جماعه. عمره ما هيسيب اساسا كرة تنخد خالص. طب ما خالص الناس بتنتقد. الناس يعني السوشيال مش انا. السوشيال ميديا بتنتقد وتقول ايه؟ تقول ده اللي يعني قالت عنه ياسمين عز انه خدوده مورده. ده اللي هيحرس مرمانا تودعي. لا يعني ايه خدوده مورده؟ طب ايه يعني؟ هي قالت كده. لا طب ما ممكن كل واحد وشه بيبقى احمر. كل واحد على حسب بشرته. هو جميل ولاعيب محترم وهادي. طب يعني عشان هو جميل وجبل. مش هيعرف بس جبل. جبل يا اسد. ومش هيخش فينا ولا جون. يا رب يا بس رب يا رب. انا بقى ست بلدي وست معلمه. وبقول لك باذن الله. الراجل مش بشكله صدقوني. الراجل ولا بسواده ولا بحماره ولا ببياضه. أيوه. ولا بقصره ولا بطوله. ممكن بني ادم بس جواه قوه وجواه اراده وجواه كل حاجه وبيبقى راجل. وفي راجل انت بتتغر فيه. صح الكلام مظبوط. طب المعلمه بتسمع الماتش فين؟ بتشوفيه ازاي؟ بتجيب تقعدي قلت لي قبل البتاع ده بقعد الاستوديو التحليلي اقعد اسمع واتثقف من الناس اللي بيتكلموا في الاستوديو التحليلي. قلت لي كمان بخاف اول ما الاقيهم شحوطه لفوق كده طوال. اصلا طوال جدا. وبعدين كلهم سود مش بيتعرفوا من بعض. ايوه كلهم سود كده. وبعدين ايه الولد فيهم لما بيقلع الفيلم الله اكبر. كان زمان. زمان. ايوه زمان خالص كان نفسي ان انا اجيب عيل اسود. زمان كان نفسي. زمان بقى. ايوه كان نفسي اجيب عيل اسود. والله زمان. احنا دلوقتي واحنا بنتكلم عن المنتخب وهل المنتخب داخل مستقر مع العلم واحد يعني محمد الشناوي مصاب، اثنين صلاح مصاب، والاثنين سافروا بره عشان مصابين. هم سافروا وهم سلام يعني. الناس بتقول هربهم على صلاح بالذات. لا طبعا هرب. لا ما هربش طبعا ولا هو ولا الشناوي ولا اي حد. الاثنين مصابين. أيوه. ونزلوا لعيبه بدالهم. مصر ولاده وأدت. مصر ولاده. يعني الخطيب لما كان موجود. ايوه صح. والشاذ اللي كان موجود. الخطيب كان موجود. حسن شحاته كان موجود. صح ولا كلام غلط؟ حسن لقمة. طبعا كل واحد ليه مرحله. أيوه. وطلع محمد صلاح وطلع دوت طلع ده وطلع مصطفى محمد وطلع الشاذلي وطلع دوت طلع ده. أيوه. وطلع لعيبه كتيره قوي قوي قوي. مصر ولاده وطول عمرها تفضل ولاده. وطول عمرها تفضل ولاده. خايفه طبعا. خاف سلم. لازم انا اخاف. بتدي جرعه دعم للمصريين بشكل عام وللعيبه بشكل خاص بتقول لهم ايه؟ بقول لهم خلي جرعه دعم وامل. خلي في اراده. طول ما انت عندك اراده وانت على صح. وعندك امل وقدامك هدف اللي انت عايز تعمل حاجه وتبقى حاجه هتعملها. يودو. ايوه يودو. ايه يودو دي بقى؟ يعني هتعملها. يعني يودو. ايوه انت هتعملها. طيب فاهمني؟ اكتر حاجه يعني طبعا احفادك بيشاهدوا الماتش يعني اولاد شيماء بتشاهد الماتش طبعا. اخواتك برضو بيشوفوا الماتش. بتعملوا ايه هنا في السيده عيشه بشكل عام؟ والله بتبقى في فرحه بنبقى قاعدين. انا لما بكون قاعده مثلا لو في حته وفيها كافيه ولا بتاع بيجيبوا لي الماتش. بتفرج عليه طبعا. انت وان الرجاله اللي قاعدين. طبعا. طبعا. اكتر لعيب في المنتخب كله بتحبيه بس اكتر لعيب في المنتخب انت يعني مميز قوي انك بتحبيه قوي 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 مين؟ بصراحه انا كلهم بحبه. بس بحب محمد صلاح وجباسكي. وجباسكي طبعا. خطوط حمراء جباسكي. طبعا. طيب ان شاء الله ننتظر متابعينا الكرام متابعين موقع ابو كبير ميديا. ننتظر اداء مبهرا يبهر المصريين والعرب. ننتظر اداء يعني المنتخب المصري الذي يوصف بانه من اقوى المنتخبات على وجه الارض مصنف رقم في الستينات يعني وكمان رقم في افريقيا فهو معادل كبير جدا يعني رقم في افريقيا رقم 5. دلوقتي بقى
نتابع مع حضراتكم بعد ساعات من الآن عن ماتش منتخب مصر والكونغو. طبعا الناس كلها كانت بتتكلم عن ماتش منتخب مصر والكونغو يا جماعة، ولكن خليني أقول لكم مفاجأة كبيرة. حكم مباراة مصر والكونغو النيلة يدير الحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل، ويعاون الحكم الجنوب أفريقي سورو فاتسواني من ليتسو، ومساعد أول الأنجولي لوبيز إيفاندولا أوليفرا، مساعد تاني أحمد هلالة من موريشيوس، ده حكم رابع. وهيتواجد الغاني دانيال لاريا كحكم لتقنية الفيديو برفقة الثنائي السنغالي عيسى سي والزامبي ديانا شيكوتشيا. ديانا شيكوتشيا. تاريخ المواجهات بين مصر والكونغو، التقى منتخب مصر 12 مرة مع الكونغو في مختلف البطولات، ومنتخب مصر فاز في 8 مباريات وخسر في مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات. لعبوا منتخب مصر سجلوا 25 هدف واستقبلت شباكهم خايف 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 22 هدف. تاريخ المواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الاثنين 4 مباريات، منتخب مصر خسر مباراة واحدة فقط والباقي فاز وتعادل. نتمنى طبعا ان منتخب مصر يؤدي اداء مبهرا. شكرا لكم متابعينا الكرام، والى اللقاء.